تجمعكم مع قناة التلفزيون. ها نحن اليوم تنفيذ لتوجيهات وصاية عن القطاع التجارة فيما يخص القيام بحملة تحسيسية حول التسممات الغذائية التي تقطر في فصل الصيف. ها نحن اليوم برفقة جميع الأطراف الفاعلة على مستوى إقليم ولاية الجلفة انطلاق إن شاء الله راح نديروا الانطلاق اليوم ونديروا خارجات ميدانية عبر جميع الأسواق لتحسيس أولا الباعة فيما يخص عرض محل عرض منتوجات السلع خارج المحلات التجارية خاصة ونحن في فترة الصيف. ثانيا تحسيس المستهلك بعدم اقتناء مستلزماته اليوميه في الاماكن المعرضه للشمس، على الاقل يدخل المحل ويقتني حاجياته بصفه عاديه. بشعار التسممات الغذائيه مسؤوليه الجميع انطلقنا اليوم كاداره كمجتمع مدني كاعلام للتحسيس حتى نصل الى صفر حاله من حالات التسممات الغذائيه. وهذه لن تنجح هذه الحمله الا اذا اشترك فيها الجميع، اذا تبناها المجتمع وتبناها المجتمع المدني وتبناها الجميع سوف تنجح هذه الحاله. يعطيكم الصحه على الحمله، وهنا نحتاج للحملات مجتمعنا خاصه في الاوقات هذه اللي ما فيهاش توعيه بزاف، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. لهذا نرجو من الجميع اخذ الحيطه والحذر، لان قضيه التسممات ماهيش قضيه جمعيه وماهيش قضيه اداره وماهيش قضيه شخص، يعني قضيه للجميع، وان شاء الله تكون صائفه بدون تسممات، صائفه هانئه، صائفه ملائمه، صائفه مريحه. التسممات الغذائيه جميعا باه نقص التسممات الغذائيه، انت باه تبيع زين والناس تفضل، لازم تكون محافظ على قواعد السلامه باه ما يصابش واحد التسممات الغذائيه. احيانا نشكر مدير التجاره وعلى السلطات الذي قام بالزياره من اجل سلامه وصحه المواطن، وشكرا.